وإن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، يشهد لهم بكمال التقوى جل وعلا. من هم؟ قال المتأدبون مع النبي عليه الصلاة والسلام، يغضون أصواتهم، متأدبون، مكرمون، معظمون، محترمون. قال هؤلاء هم في أعلى قمة التقوى. هذه الآية وهو امتحن الله قلوبهم من التقوى ما جاءت في كثرة المصلين، إن واحد صلي كثير، لا، ولا جاءت في نوع من القربات، إنما جاءت المتأدبين مع رسول الله. هذا يعني أنه أنت يا مؤمن واجب عليك الصلاة، نعم، هذا فرض لابد منه، زكاة، صيام، ذكر الله وعبادة الله، لا شك كله واجب عليك، لكن أتيت بكل هذه العبادات إلا أنك مقصر في الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. كيف؟ قال لا، هذا عليه خطر في عبادته، عليه خطر، تحبط، تقبل، كذا، الله أعلم. أما إيمة الضمانة وتعتبر من أهل التقوى المضمونين المشهود لهم بالتقوى الذين امتلأ قوالبهم وقلبهم وظاهرهم وباطنهم بالتقوى، قال الذين عملوا وعملوا وتحققوا بالأدب مع رسول الله، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، أي استخلص لها إبريز الذهب التقوى. كما قلنا امتحان الذهب يأتي بالذهب معدن، تربة، تراب، لكن فيه تربة أجنبية، كيف بده يفصلها عن بعضها؟ بدخلوا البودعة، بودعة النار يعني، هذا اسمه محن امتحان، بده يمتحن الذهب، دخلوا النار، فبدخلوا النار بيطالعوا بفصل الذهب عن بقية المعادن. هالذهب الخالص ايش اسمه؟ إبريز، أي الذهب الخالص. فمن هم أهل إبريز التقوى القلوب وذهب التقوى الخالص اللي الله استخلصه وشهده بالإبريز؟ الذين يتأدبون مع رسول الله. اللهم اجعلنا منهم يا مولانا. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، هؤلاء الأتقياء قلبا وقالبا، لهم مغفرة أي لتقصيراتهم، وأجر كبير على أعمالهم، أجر في مقابل عمل كبير زيادة فضل من الله كما سنوضح بعد، في أجر في زيادات يا إنسان إلى آخره.